يا هلا ومسهلا فيكم مشاهدينا في آخر وقفة في حلقتنا لهذا المساء. طبعا تكلمنا عن السفر وقلنا وكلنا نعرف بأن للسفر 7 فوائد، تجربة مهمة لابد أن يمر فيها الإنسان لكي يكتسب الكثير من الثقافات والمعلومات الجديدة، وأيضا يتمتع بمشاهدة للمواقع الطبيعية والمواقع السياحية وهذه الأشياء اللي ممكن تثري الإنسان، خصوصا ربما في مرحلة من حياة الإنسان يحتاج أن يعني يختلي في نفسه لبعض أيام. فالسفر ممتاز لهذا الموضوع، ويمكن بالشيء يذكر يمكن في منتدى الإعلام العربي تكلموا عن أن السفر وفوائده وكيف ممكن الواحد يتعرف على الحضارات الثانية ويتعلم ويشوف الثقافات الثانية وكيف يستفيد من هذه الوجهات السياحية اللي ممكن يتعلم منها ويوسع مداركه. اليوم معانا ضيوف مميزين، نتكلم مع الأستاذ والرحالة وسفير وخبير السفر والسياحة الأستاذ إبراهيم الذهلي، يا مرحبا فيك، رئيس تحرير مجلة أسفار وأيضا الرحالة الإماراتي، يا مرحبا الأستاذ مهند سليمان بن جمعوي، يا مرحبا وسهلا فيكم. الطالب والأستاذ والطالب ولا كيف؟ الأستاذ والطالب. يا مرحبا وسهلا، شرفتونا. حياك الله. سعيدين بتواجدكم معنا. يا وسهلا، احنا متشرفين طبعا بوجودنا معاكم هنا، ودائما يقولون في الأسفار 7 فوائد، هو العلي بن أبي طالب. خمسة. لا هو الشافعي مش علي. الشافعي. لا تنسب للشافعي وتنسب لعلي بن أبي طالب، وهي للشافعي أكثر، 5 فوائد. بس دائما. تفريج هم من؟ واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة أماجد. أنت اليوم الصحبة الطيبة. يا مرحبا وسهلا. الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا. بديت طبعا هذا الموضوع من زمان، يعني هذا شغف فيك من سنين أستاذ إبراهيم. فإذا بنبدأ، إذا نبغي نتكلم معاك عن هذا الموضوع وهذا الشغف واللي خلاك تهتم السفر، يعني الكثير من الناس تحب السفر وتحب أنها تطلع وتصير، لكن اللي يلفتك واللي يجذبك أنت تحديداً يختلف عن هذه يعني الشغلات اللي عند الناس الباجية، فياريت لو تخبرنا أو ياريت لو نبدأ من هني معك. شوف، أنا عندي على يقين أن السفر فطرة في الإنسان، أنه لازم يسافر. صحيح. لأنه يكتسب أشياء وايد مثل ما ذكرناها وممكن يزول. بس أنا ابتدت عندي هاي الهواية أو الثقافة أو غير، يعني من أول ما أسست مجلة أسفار السياحية، كونها أول مجلة متخصصة بالسفر والسياحة صدرت بدولة الإمارات، وحتى يعني مبالغ إذا قلت لك بالوطن العربي كامل، كان هاي الأيام حتى في مصر تصدر في السنة مرة، وسكرت على فكرة متخصصة، في بيروت كانت كل فترة وفترة، في المملكة ممكن كان كل 4 شهور، فإحنا الحمد لله استمرنا على مدار 17 سنة بدون انقطاع. فمن هنا جاءت علاقتي أكثر. طبعا كل واحد مثل ما قلت لك إنه هو يحب السفر، فكنت أسافر، بس مو بهو الاهتمام أو الملاحظ لما يسافر الصحفي. أنتوا إعلاميين ولما تركزوا على موضوع معين طبعا غير عن لما تروح تزور هالمكان وأنت مو بصفة إعلامي. صحيح. دائما في انطباع معين، في مشاهدة معينة، في غير، وأنت في مجال الإعلام أو تدقق في شيء. من هنا جاءت سفراتي، ويعني وكان الدولة هيك الأيام نشئ طيران الإمارات، نشئ طيران الاتحاد، الناقل الوطني لا يزيد، مطاراتنا تكبر، يعني العدد السواح ابتدى، اهتمام سياحي كبير بالدولة هنا، والكل صاحبنا هالمرحلة هذه في دبي أو في أبوظبي أو بقية شاردة وبقية الإمارات. نعم. من هيئات سياحية، من معارض، من، فإحنا كبرنا مع هل في هالمجال هذا، فصار الاهتمام، بالإضافة إلى حوالي 40 مكتب سياحي للتمثيل للدول الثانية للمنطقة، أغلب هالمكاتب موجودة بدولة الإمارات. صحيح. يعني التمثيل الماليزي، التمثيل الأمريكي، البريطاني وغيره، هاي موجود، فصار إنهم هم يبحثوا عن مطبوعة عربية تنقل يعني رسالتهم اللي هم يبون يوجهها للساحل العربي. طيب. أو الخليجي بشكل عام. طيب، أنا خلني أسأل مهند، يمكن تلاقينا قبل وتكلمنا كثير عن وجهات السياحة اللي سافرتها، يمكن 85 دولة وصلتها. نعم. يعني 85 دولة، ولكن بدايتك مع هذا الشغف في التعلم وتعرف على الثقافات والدول من وين بدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بدينا السفر كأي مسافر عادي، ما وصل فينا حب الشغف إلا من 4 سنين تقريبا. من 4 سنين وصل فيها هالشغف إني أكتشف العالم وحضارات العالم وأوصل هالرسالة للمشاهدين، على أساس أشوف العالم الغريب، في دول غريبة، في أماكن غريبة، في أشياء عجيبة. فأنا قلت ليش ما أغير وأبدي السفر وأماكن جديدة وأماكن غريبة للمشاهدين. فابتدت تقريبا من 4 سنين لحد الحين، إن شاء الله وصلت 85 دولة، وإن شاء الله على نهاية السنة أكمل 100، وفي برامج وفي أماكن. أبعد نقطة وصلتها وين؟ أبعد نقطة تقريبا مقابل القطب الجنوبي،
في الأرجنتين يدينا من جهة الغرب هي. من جهة الشرق أوكلاند اللي هي في نيوزيلندا. شو الأشياء اللي ممكن الواحد يتعلمها في ثقافة الأرجنتين وغيرها من الأمور اللي أنت شفتها غريبة بالنسبة لك أو جديدة؟ الأرجنتين عندها وايد ثقافات، يعني نحن نقدر نقول نتعلم من الأرجنتين أشياء كثيرة. يعني يوم وصلنا القطب الجنوبي، قريب القطب الجنوبي، أنت شفت عالم آخر. يعني استغربت بطبيعة مختلفة. فتشوف يعني بالأرجنتين عندهم الخيول البرية بشكل كبير مقابل القطب الجنوبي، فتستغرب وتشوف هالأشياء وهالحضارات تحتك والشعب البدائي هنا. عندهم الشعب البدائي بصراحة ما أقدر أوصف لكم الجمال اللي شفناه هناك. رجعنا من هالمكان الريفي إلى العاصمة بوينس آيرس، شيء آخر مختلف تماما. فأنت تحتك كذا ثقافة كذا شيء، فتشوف في رقعة جغرافية واحدة في الأرجنتين. في الأرجنتين، الأرجنتين كبيرة جدا يعني، فأنت تشوف عدة ثقافات مختلفة في الأرجنتين. طيب إذا برجع حق سيد إبراهيم الدهلي الحين، إذا بنتكلم إحنا عن اللي استفدته من هذه الأسفار، لأن ما شاء الله لا شك وأكاد أن نجزم بأن كل سفرة هناك شيء جديد وهناك إضافة جديدة، ولكن الفائدة العظمى، الفائدة الكبرى اللي استفدتها من هذه السفرات من نتاج خبرتك ومن نتاج يعني كل هذه السنوات من السفر، شو أكبر شيء استفدت فعلا وكان له الأثر الكبير في حياتك؟ أنا أقولها في كلمة واحدة عشان لا أطول عليكم، وأمس علي السلوم اللي حضر المحاضرة عن تحضرت أنت، صحيح؟ نعم. بعد كل هالسفرات هذه و150 تقريبا 150 دولة، هي ما شاء الله، آمنت أن الدنيا صغيرة أصغر مما نتصور، ما تحتاج أو ما تحتاج لهالحروب وهالمطاحنات وهالبغضاء بيننا وبين الشعوب، يعني بين الشعوب. آمنت أن الدنيا صغيرة، ومثل ما قال أمس علي أخوينا علي في دروب الحضارية في على هامش منتدى الإعلام العربي، إنه هو آمن يعني بدون، وهي واردة بالقرآن يعني مو بإنه شو اسمه، لكن الناس عادة للأسف الشديد يعني إن كنا أبناء آدم وحواء، وكنا أبناء يعني من آدم وحواء عفوا، وإنها هذه الدنيا صغيرة أبدا أصغر من ما تتصور، وحتى مساحة أب يعني أصغر من ما إحنا قاعدين نقول أوف آخر الدنيا. إيه والله يعني آمنت إيمان كبير إنها الدنيا أصغر من ما إحنا متصورين. سبحان الله. إيه والله. غير طبعا هذا اللي يقولك تعلم ثقافات وحضارات وما أدري شو، حين تعلم بالآيباد وأنت تشوف. الآيباد كل شيء. ما دام ذكرت الآيباد وبدخلك على السوشيال ميديا، دخولك السوشيال ميديا يمكن رهيب، دخلت رهيب والسلف العالي بعد أرهب بعد فاصل الذهري. فاصل الذهري. ولكن نتكلم عن رحلة الأندلس، يمكن أنت نشرت إن اللي حاب يروح معاك الأندلس. صح. خبرنا عن هالرحلة اللي راحوا معاك وغيرها من التفاصيل، ممكن تشرح لنا؟ شوف، هي كان دي الفكرة مطالبة كثير من المتابعين، وخاصة المتابعين كثير عندي مهتمين بالسفر والسياحة، فيشوفوا رحلاتي يعني إنهم دوم أنا أسوي الرحلات هذه مع أخوة معينين، إن نسافر عدة جهات يعني نمشي فيها 6,000 كيلو 7,000 كيلو في عدة أيام، فيقولك ليش ما تشيلنا وليش ما تأخذنا معاك؟ فيات الفكرة إني أشيل متابعين معاي، كانت على أساس إنها 10 من دول المستعان، ولكن اختصرناها إحنا 6 أشخاص في البداية يعني، وإن شاء الله الأيام أو القادمة إن نشيل مجموعات أكثر. حلو. خط السير كيف؟ إيه، فكنا خط السير إن رحنا بلاد الأندلس كامل، الحضارة العربية الإسلامية الموجودة في إسبانيا في الله، ورحنا البرتغال، فعايشنا الشباب معنا الترحال شو بالضبط، إن ما في يعني عسكرية من الساعة 6:30 صباح 7 للساعة 1 بالليل، يعني نرحل من مكان لمكان وعندنا جدول مخصص، وكانت منقولة طبعا بواسطة السوشيال ميديا بالسناب شات بالإنستغرام. أنا ما كنت أتوقع أن تحقق هالمشاهدة الكبيرة الرحلة. ليش؟ لأن كنا نعطي معلومات تاريخية، معلومات تراثية، معلومات تاريخ الجغرافية عن المكان، عن بعض المواقع اللي صارت، الحروب اللي صارت. الحمد لله يعني، وأنا حتى بعض الأماكن أول مرة أزورها فانبهرت من الحضارة العربية الإسلامية الموجودة بالأندلس، اللي عفوا اللي كثير للمشاهد يعني العربي أو الخليجي في أسبانيا ما يعرف إلا مدريد وبرشلونة. طيب بنتقل لك مهند، يعني ما شاء الله رغم صغر سنك ولكن عندك خبرة كبيرة في مجال السفر الآن والترحال بشكل خاص. سؤال ربما يهم الشباب بشكل كبير جدا الحين، من واقع خبرات كيف الترتيب لرحلة مثل هذه بأقل التكاليف؟ نركز على أقل التكاليف الشباب حين نركز على أقل التكاليف. طبعا بالأخير هو مش مسألة كيميائية أو فيزيائية أو سحر، هو مجرد ترتيبات واستغلال الفرص بالوقت المناسب. جميل. فأنا أمشي على هالترتيبات المعينة 1-2-3 وأمشي عليه بشكل استغلال للفرص الموجودة.
بس مش إنه مسألة سحر. وللأسف في بعض شو الأشياء اللي تبحث عنها يعني شو هي الأشياء؟ في بعض الشباب بس على طيران الإمارات وما نغير أو مثلا على شيء معين، ولكن نحن نمشي على خطوات 1 2 3 نمشي عليها ونشوف وش الفرص الموجودة وش المجالات اللي لكل سفرة يعني. هذا المرة الجاية إن شاء الله بنكون معاكم في رحلة. حياكم الله حياكم الله. اللي بأكد عليه مهند إنه هو يعني عنده ثقافة السفر، واللي دائما أنا أطالب منها أطالب فيها إنه مو السفر اليومي إن أنا اليوم فكرت إني أسافر بكرة أسافر، لا دائما نقول إنك رتب أوراقك من قبل فترة. نعم. وهذا تحصل فيها على فرص كثيرة. صحيح. هو قاعد يتبع هالشيء. أصدق إنه هو يسافر مثلا آخر سفرة كان لزنجبار ب1500 درهم 4 أيام فنادق محترم. إيه إيطاليا ب2000 ثقافة السفر. عرفت كيف؟ هو سافر 65 دولة بكم تقريبا؟ ما تعدد تقريبا 70,000 ما شاء الله. 85 دولة إذا احنا مشاهدينا فعلا إن شاء الله راح نسافر مع الأستاذ إبراهيم ومع أخونا مهند، وبننقل لكم هذه التجربة في هذا السفر إن شاء الله في حلقة في رحلة من الرحلات معاكم. شاكرين لكم وجودكم معنا اليوم أستاذ إبراهيم ومهند بن يمعون، مشكورين ما قصرتوا ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا المجال. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقة اليوم من السفر وفاصل الذهلي وغيره من المواضيع الجميله في السفر والسياحه. ان شاء الله نشوفكم باكر في حلقه جديده من روح التحدي. تصبحون على خير في امان الله.